اله الا الله، اصبحنا واصبح الملك لله. ها يا ابو شوق، الليل ورق تلعب وتزايد عشان النصر، والنهار نايم. طيب وين تبغاني؟ انت وين انت من اليوم؟ انا؟ رقدت. رقدت؟ اي خلاص روح ارقد. صحيت سيء بالله يا ابو نادر. تعرف لي احد في التامينات الاجتماعيه عندك ما وظفتها؟ لا. عنده ميتنج يا ولد. ها؟ عنده ميتنج. ابو فلاح عنده ميتنج. ها؟ يقول عندي ميتنج. ميتنج وش؟ ميتنج وش؟ نجمة بدر. اقول ميتنج، اقول بدر عندي ميتنج. قال ميتنج وش؟ قلت النجمة. هو الغد ما اعرف، ما ادري. الميتنج والله ما ادري وش يعني. اجتماع اجتماع. تعرف يستمع يعني الورق اللي تجي. سلطان سعود يعني يجتمع، يجتمع على ورق. ابو نادر تعرف لو حد في الاحوال المدنية بغير صوتي. اسمع اسمع، تعرف جاستن بيبر؟ لا اي مكان تبغى يجتمع. راحة نفسية، واجه أي مشكلة في حياتك اليوم والله تلقى لها حل مهما صعبت عليك المشكلة. ليش؟ لأنك صليت الفجر في جماعة، لأنك قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات، لأنك قريت صفحة واحدة من سورة البقرة في بداية يومك. أي مشكلة في حياتك تلاقي لها حل بمشيئة الله. يلا يلا تفضلوا تفضلوا، الله يحييكم. طرات الدنيا مع عميل وفراش وصنيته يركض بها الشيخ مسعود. الله الله. ممدوح صلوا على محمد. كل نجاح عظيم خلفه رجل عظيم، راعي البويضة طول العيد والله ما قصر معنا وزبط الأمور والضحايا، بالرغم انه يسرق الروس لكن الرجال ما قصر. عشان كذا خصصنا له هدية نغار. ثاني كسر الطيب، بعدين هذا تعطيه 3000 غير قيمة الروس. شوف بالله، شوف ما شاء الله تبارك الله.